في البداية قبل أن نعرج على لقاء طنجة، أود أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لجلالة الملك المملكة المغربية وحكومة المملكة المغربية والشعب المغربي بصفة عامة على حسن الضيافة وكرم كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وهذا ليس غريب على المملكة المغربية وشعبها الذي كان حضن دافي لاحتضان اخوته الليبيين في محنتهم. اليوم احنا في مدينة طنجة على ضفاف الأطلس، يتجمع شتات مجلس النواب من اجل التئام مجلس النواب والعودة به الى السكة او على سكة الطريقة الصحيحة. نتمنى من زملائنا النواب الذين لم يتمكنوا نتيجة ظروف سواء كان صحية أو ظروف عدم تواجدهم في الأماكن اللي هي المطارات القريبة اللي يسرت للنواب أن يلتحقوا بنا، وإذا لم يستطيع أن يلتحقوا بنا هنا في طنجة يلتحقوا بنا في الجلسة المجمع عقدها في مدينة غدامس بنصاب متكامل حتى نستطيع أن نعدل ما يتم تعديله، ونستطيع أن ننقذ ما يتم إنقاذه من اتفاق الصخيرات وحكومة الوفاق وحكومة تشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي. طبعا بعثة الأمم المتحدة والأمم المتحدة تحاول جاهدة أن يكون دورها توجيهي ومساعدة، ولكن كما أشرت نتيجة تدخلات الدول والضغوطات الكبيرة هذه البعثة أصبحت عاجزة أمام هذه التدخلات وتحاول طرد جميع الأطراف في بتقديم تنازلات على حساب الشعب الليبي. بالتأكيد كما أشرت في البداية أن المملكة المغربية كانت دائما تسعى لجمع شتات الليبيين، ليس لديها مصالح في ليبيا إلا المصلحة واحدة هي استقرار الشعب الليبي واستقرار ليبيا ورفاهية الشعب الليبي، ويكون تعاون بين الدول وفق الدبلوماسية الدولية المعروفة. أما باقي المسارات فما كما أشرت أن هذه الدول متداخلة في الشان الليبي، سواء كانت القاهرة، نعلم أن القاهرة هناك جنود على الأرض يقاتلون ودعم علني وإلى غير ذلك، فإنها هي أصبحت طرف من معضلة الليبية. أما برلين وفرنسا وإيطاليا وجميع هذه الدول وتركيا وجميع الدول هذه لها مصالح في ليبيا، ولا يخفى على أحد أنها متدخلة في المشهد الليبي بشكل كبير جدا، ولو تركوا الشعب الليبي وحده لكان حل الليبيين بسيط جدا، لأن الشعب الليبي ما زال يتكون من أو ما زالت القبيلة لها دور في النسيج الاجتماعي الليبي وتستطيع من خلالها إيجاد حل، ولكن أطماع الدول وتدخلاتها هي التي جعلت هذا الشرخ الكبير بين الليبيين. بالتأكيد لاحظنا لما قدمت المملكة المغربية دعوة لمجلس النواب، ونحن نعلم أن مجلس النواب منذ سنتين انقسم على نفسه من بداية 4-4 في بداية حرب حفتر على طرابلس، لما قدمت دعوة وجدت صداها عند النواب، وجاء النواب من جميع أنحاء ليبيا ليثبتوا أنهم نسيج واحد، وبالتأكيد هذا الصدى وهذا الشيء الملموس توحيد هذا المجلس من جديد وعدم التدخل في 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 عملية الجلسات أو الحوار أو لغير ذلك، هذا الأمر الذي شجع النواب على أنهم يأتوا للمغرب ويفضلوا أن يجلسوا في المغرب، مع أن حاولت جمهورية مصر خلط الأوراق بتقديم دعوات في الفترة الأخيرة ومحاولة سحب مجلس النواب إلى الاجتماع في مصر، ولكن جل النواب فضلوا أن يجلسوا أولا في المغرب ليذيبوا التلج وليستوضحوا الأمر وليقربوا وجهات النظر وليجتمعوا بشكل جيد صحيح، وهذه هي الخطوات الملموسة في المغرب.
بالتأكيد هذه المطلوب من الليبيين أن يترفعوا على الذات والأنانية والإقليمية والمصلحة الضيقة، وأن ينظروا إلى مصلحة الوطن ومصلحة الدولة ومصلحة ليبيا بصفة عامة. بالتأكيد المطلوب من أخوتنا وشقانا وبالذات في الفضاء المغربي أن يساعدوا الليبيين ولا يتركوهم لهذه الدول، فليس سهلة، ونحن نعرف المغريات والأمور التي تحاك بهذه. فهذه هي الأمور اللي نحن نتمنوها، ونتمنى أولا من جميع نوابنا أن يكونوا على قدر عالي من المسؤولية ويستشعروا الخطر الذي يهدد بلادهم، سواء كان من التقسيم أو الاستعمار أو التبعية إلى غير ذلك. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.